ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے، ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں، تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا۔ اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں، چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا۔ آپ راست سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تبھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں۔ جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں، مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك بن مالك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وحدثنا حا وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. باب الصدقة على اليتامى. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شانك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرؤينا أنه ينزل عليه. قال فمسح عنه الرحضاء وقال أين السائل وكأنه حمده. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلمه. إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس ففلقت وبالت وارتعت فإن هذا المال خضرة حلوة فنعمها صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذ بغير حقيك الذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمر بن الحارث عن زينب بن امرأة عبد الله رضي الله عنها قال فذكرت لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمر بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثل سبان قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليجكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله أيتام في حجرها. فقالت لعبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة. فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. فمر علينا بلال فقلنا سلي النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أتصدق على زوجي وأيتام لي في حجري. وقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال من هما. قال زينب قال أي الزيانب. قال أم امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني. فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أجياء أعطيت أجزت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس حمل النبي صلى الله عليه وسلم على إبل
صدقة الحج. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيدا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس إذا أدراعه و تده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه الصدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي علي ومثلها معها وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج مثله. باب الاستعفاف عن المسألة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مشاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن أناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أد أخيره عنكم ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتتب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبي عن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال قذرة حلفة فمن أخذه بسخافة نفسي بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفي فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. باب من آتاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفيه أموال حق للسائل والمحروم. الآية. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إلي مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. باب من سأل الناس تكثرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليس عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله قال حدثنا ليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعث الله مقاما محمودا يحمد أهل الجمع كلهم. وقال معلا حدثنا وهيب عن النعمان بن الراشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف إلى قوله فإن الله به عليم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علجة قال حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشبع عن ابن أشبع عن الشعبي قال حدثنا كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكثرة السؤال. حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن ابن الشهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وأنا جالس فيهم قال فدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فيهم لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأرى مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأرى مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأرى مؤمنا قال أو مسلما ثلاث مرات قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديث فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله فكبكبوا قلبوا مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير باقي على أحد إذا بقى الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. قال أبو عبد الله الصالح بن كيسان هو أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر وهو قد أدرك ابن عمر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو وأحسبه قال إلى الحبل فيحتتب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. باب خرص التمر. حدثنا سالم بن بكار قال حدثنا وهيب بن عمر بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لا أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال أما إنها تهب ليلة الريح شديدة ولا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بحبلي طي وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديقتك قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناه أشرف على المدينة قال هذه طابة. فلما رأى أحد قال هذا حبل هذا جبل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار. قالوا بلى. قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني الساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. قال أبو عبد الله كل بستان.
قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله كل بستان علي حائط وحديقه وما لم يكن علي حائط لا يقال حديقه. وقال سليمان بن بلال حدثني عمر ثم دار بن الحارث بن الخزرج ثم بني ساعده. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عماره بن خزيجه عن ابن عباس عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال احد جبل يحبنا ونحبه. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري. ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العيون او كان عصريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. قال ابو عبد الله هذا تفسير الافضل لانه لم يوقت في الافضل يعني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت والزياد مقبوله. والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة. وقال بلال رضي الله تعالى عنه قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي الصعصعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما اقل من خمسة اوسق صدقة ولا في اقل من خمسة من الابل الذود الصدقة ولا في اقل من خمسة اواق من البرق الصدقة. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. حدثنا عمر بن محمد بن حسن الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن الطهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده قوما من التمر من تمر فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكل الصدقة. باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا ثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهدته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال حتى تحمر. باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري الصدقة غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشري ولم ينهى غيره. حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعود في صدقتي. فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله الصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فضعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقتك العائد في قيئه. باب ما يذكر في الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم وآله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعل في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم
تخن تخن ليطرحا ثم قال اما شعرت ان لا ناكل الصدقه باب الصدقه على موالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا انتفعتم بجلدها قالوا انها ميته قال انما حرم أكلها حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم على الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري برية للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال ولها صدقة ولنا هدية باب إذا تحولت الصدقة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال هل عندكم شيء فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نصيبة من الشاة التي بعثت لها من الصدقة فقال إنها قد بلغت محلها حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برحم تصدق به على برية فقال هو علي الصدقة مولنا هدية وقال أبو داود أنبانا شعبة عن قتادة سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين حجاب بين الله حجاب باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهر وتزكيهم بها وصل عليهم الآية حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فنان فأتى وبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى باب ما يستخرج من البحر وقال ابن عباس ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر وقال حسن في العنبر واللؤلؤ خمس وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسرفه 1000 دينار فدفعه إليه فخرج في البحر فلم يجد مرقبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذ لآل حطبا فذكر الحديث فلما نشر وجد المال باب في الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليل وكثير الخمس وليس المعدن بركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار في الركاز الخمس وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 5 وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت لقطة في أرض العدو فعرفها فإن كان من العدو ففيها الخمس وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا أخرج منه شيء فقيل له فقد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أو ركزت ثم ناقضه وقال لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس باب قول الله تعالى ولعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام حدثنا يوسف بن موسى
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو سامد قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الاسد على صدقات بني سليمان يدعى بن لطبية فلما جاء حاسبه. باب استعمال ابن الصدقة والباني لابن السبيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن انس ان اناسا من عريانة اجتبوا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتوا بلا الصدقة فيشربوا من البانية وابوالها فقتلوا الراعي واستاقوا زودا فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابع ابو قلابة وثابت حميد عن انس رضي الله تعالى عنه. باب واسم الامام ابن الصدقة بيده. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة قال حدثني انس بن مالك قال قدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم ابن الصدقة. باب فرض الصدقة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. ورآب العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريدة. حدثنا يحيى بن محمد بن السكني قال حدثنا محمد بن جهزم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس للصلاة. باب الصدقة الفطر على عبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. باب صدقة الفطر صاع من شعير. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عياذ بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال كنا نطعم الصدقة صاع من شعير. باب صدقة الفطر صاع من طعام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عياذ بن عبد الله بن سعد بن ابي صرح عامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاه الفطر صاع من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من زبيب. باب الصدقة في صاع من تمر. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال عبد الله فجعل الناس عيد لهم مدين من حنطة. باب صاع من زبيب. وحدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن ابي حكيم العدنية قال حدثنا سفيان بن زيد بن اسلم قال حدثنا عياذ بن عبد الله بن سعد بن ابي صرح عن ابي سعيد الخدري قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب. فلما جاء معاويه وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل مدين. باب الصدقة قبل العيد. حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسر قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم عن عياذ بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقيط والتمر. باب الصدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي التمر فأعفز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي على عن بنجة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال أبو عبد الله بنجة يعني بني نافع قال كانوا يعطون ليجمع لا للفقراء. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال أبو عمرو وراء عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة وطاووس وعطان وابن سيرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن يزكي مال اليتيم. وقال الزهري يزكي مال المجنون.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. کتاب المناسک. امام بخاری یہاں حج عمرہ کے متعلق احادیث جو بخاری شریف میں بیان کی ہے ان کی تلاوت کی آغاز ہو گئی یہاں سے. کتاب المناسک، باب وجوب الحج وفضلہ. وقول اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال كان الفضل رذيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امراه من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشكل الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلہ افاحج عنہ قال نعم وذلک فی حجۃ الوداع وداعی. باب قول اللہ تعالی یأتوک رجالا وعلى کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. وبه قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله بن عمر اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يحل حتى تستوي به قائمة. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابو الوليد قال حدثنا الاوزاعي عن سمع عطان يحدث عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهم ان إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حتى استوت به راحلته. ورواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم يعني حديث إبراهيم بن موسى. باب الحج على الراحل. وبه قال حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قطب. وقال عمر رضي الله عنهم شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عذرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس رضي الله عنهم قال حج أنس على راحل ولم يكن شحيخا وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحل وكانت زاملته. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر. قال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها على ناقة فاعتمرت. باب فضل الحج والحج المبرور. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا ابو خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفق فلم يرفث ولم يفسق حج ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته من أين تجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد من قرن ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبه قال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. باب ما محل أهل مكة للحج والعمرة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هان ابن عباس رضي الله عنهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أن أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. باب مهل أهل الشام. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد قال عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. باب مهل أهل نجد. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان وقال حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهم قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعات وهي الجحفة وأهل نجد قرن. وقال ابن عمر رضي الله عنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم. باب مهل من كان دون المواقيت. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن وليلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. باب مهل أهل اليمن. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ذات عرق لأهل العراق.
وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حظوها من طريقكم فحدث لهم ذات عرق باب الصلاة بذي الحليفة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناق بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض قال عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة فيصلي في مسجد الشجرة واذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني إكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهم يقول إنه سمع عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بواد العقيق يقول آتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى المناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنهم أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في أمرتك كما تصنع في حجك فقلت لعطاء أراد الإنقاذ حين أمره أن يغسل 3 مرات فقال نعم باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن وقال ابن عباس رضي الله عنهم يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان وكان ابن عمر رضي الله عنهم وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا وقال أبو عبد الله تعني للذين يرحلون
يرحلونه يرحلونه ودجها. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنه يدهن بالزيت فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله. وبه قال حدثني الاسد عن عائشه رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيض الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. باب من أهل ملبدا. وبه قال حدثنا أسبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر حا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. باب ما يلبس المحرم من الثياب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السرابيلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس. قال أبو عبد الله يغسل المحرم رأسه ولا يترجل ولا يحك جسده ويلقي القمل من رأسه وجسده من في الأرض. باب الركوع والارتداف في الحج. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهم أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. فقال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبى حتى رمى جمرة العقبة. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزور. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهو محرمة وقالت لا تلثموا ولا تبرقعوا ولا تلبسوا ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر رضي الله عنهم لا أرى المعصفر طيبا ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إداره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزور أن تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنه وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو محل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسكم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب.
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قال له ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قال عن عبد كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وقال وأحسبه بات بها حتى أصبح. باب رفع الصوت بالإهلال. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. باب التلبية. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبه قال حدثنا موسى بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة وأخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإحلال عند الركوب على الدار. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس فلما قدمنا أمر الناس فخلوا حتى كان يوم التربية أحلوا بالحج. وقال ونهر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم أهذا أن أيوب عن رجل عن ناس رضي الله عنهم. باب من أهل حين استوت به راحلته. وبه قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر وبه قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به واستقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسكه حتى إذا جاء ذا قوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. وبه قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند نبي عند ابن عباس رضي الله عنه فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس رضي الله عنهم لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الحلال كله من الظهور واستهل المطر وخرج من السحاب وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي.
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج وأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فقالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن بجريج قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرام وذكر قول سراقة وزاد محمد بن بكر عن بجريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي وامكس حراما كما أنت وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهزلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قادم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأحللت وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال إنما أهللت فقلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فأمرني أن أطوف بالبيت فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحليفة قال ابن عباس رضي الله عنه من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسارفة قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله
صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنت يا هنت؟ فقلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصبة، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم أفرغ ثم أتيا ها هنا فأني أنظركما حتى تأتياني. قالت خرجنا حتى إذا فرغت وفرغ من التواف ثم جئته بسحرة فقال هل فرغتم؟ قلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. قال أبو عبد الله يضير من ضار يضير ضيرا ويقال ضار يدور ضورا وضر يزر ضرا. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه حدي. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا. قالت عائشة رضي الله عنها فحجت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال وما طفت ليالي؟ قدمنا مكة. قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. وقالت صفية رضي الله عنها ما أراني إلا حابستكم. فقال عقري حلقا وما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل برسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النهر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا سمع شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن عمر وأنا ابن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هاني بن عباس رضي الله عنهم قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجار الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر
وعفى الأثر وانسلخ السفر وانسلخ سفر وحلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحل قال حل كله وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قيس بن عن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك حا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهر وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران الزبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنه فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي وقال شعبة فقلت لما فقال للرؤيا التي رأيت وبه قال حدثنا أبو نعيم وبه قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية تصير الآن حجتك مكية فدخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحل من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأحلوا بالحج وجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقط الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام ولكن لا يحل مني حرام حتى تبلغ الهدي محله ففعلوا قال أبو عبد الله أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب رضي الله عنهم قال اختلف علي وعثمان وهما بعصفان في المتعة فقال علي ما تريد إلى أن تنهى عن عمر ففعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان دعني عنك فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا باب من لبى بالحج وسماه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أن قال سمعت مجاهد يقول يا حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة باب التمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء باب قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري وبه قال حدثنا أبو معشر البراء قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي
تفنى بالبيت وبين الصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلا ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المساجد جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله عز وجل فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة وقال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتاب شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع بها في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء باب الاغتسال عند دخول مكة وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرام أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصل به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك باب دخول مكة نهارا وليلا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله باب من أين يدخل مكة وبه قال حدثني إبراهيم بن منذر قال حدثني معنون قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى باب من أين يخرج من مكة وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري وبه قال حدثني يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى وبه قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المسنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل إلى أعلاها وخرج من أسفلها وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة عن قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كداء من أعلى مكة وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من قداء من أعلى مكة قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من قداء وقدا وأكثر ما يدخل من قدا وكانت أقربهما إلى منزله وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا هاتم عن هشام عن عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من قداء من أعلى مكة وكان عروة أكثر ما يدخل من قدا وكان أقربهما إلى منزله وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من قداء وكان عروة يدخل منهما كلتيهما وكان أكثر ما يدخل من قدا أقربهما إلى منزله قال أبو عبد الله قداء وقدا موضعان باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابو رجين قال اخبرني قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما بنيت الكعبه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجاره فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك فخر الى الارض فطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم فقال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحمد قال حدثنا الأسعش عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لا يدخلوه في البيت قال إن قومك فقصرت به النفقة قلت فما شأن بابه فمرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شأوا ويمنعوا من شأنوا ولولا أن قومك حديث عهدهم بل بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثاه قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا قال أبو معاوية وبه قال حدثنا هشام خلفا يعني بابا وبه قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجهالية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به بأساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه وقال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل قال جرير فقلت له أين موضعه قال أريكه الآن فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال لا ها هنا قال جرير فحذرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها باب فضل الحرم وقوله تعالى
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله لا يعدد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أبو عبد الله البادي الطارئ معقوفا محبوسا. وبه قال حدثنا أسبه قال أخبرني ابن وهب عن نوس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن يزيد أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كان مسلمين. وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب يقول لا يرث المؤمن الكافر. وقال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ.